سلام، تحياتي ومحبتي لكم، على ربي تكونوا بخير. بغيت نتكلم على السمية نتاعت حبة البركة. فأخيرا في الأعوام الأخيرة تكاد لم تسجل أي حالة تسمم بالسانوش، ربما هذا راجع لوعي الناس بها، إلا أنه لا بد من دق ناقوس الخبطار. فما خصش الإنسان يكون دائما تنبه دائما يكون تيستعملها بلا ما يكون عارف الجرعة والمقاييس ديالها، نظرا لأنه فيها درجة من السمية. هذا الشيء ما حتى واحد ما تيختلف عليه. اللي بغيت نقول في قضية السانوج، فالمرأة المرضع، الرضع، الأطفال الرضع، فممنوع عليهم، لأنهم المرأة الحامل ما خصهاش تستعملها. ثم الناس اللي سو تريتمون، اللي تحت مراقبة الطبيب أو تيتناولوا بعض الأدوية، فما خصهمش ياخدوها. والناس اللي تشربوا أدوية اللي كتساهم بسهولة الدم، فخصهم ما خصهمش يتناولوها، ولا بد من استشارة الناس ديال الاختصاص والطبيب ديالك بالدرجة رقم واحد، على أساس ما توقعش في مطبات أو في شي مشاكل أخرى. تحياتي ومحبتي لكم، وعلى ربي تكونوا بخير، فإلى اللقاء فرصة قادمة إن شاء الله. على ربي تكونوا على خير.